يوتيوب بالمجد للأطفال، اشترك الآن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج هنا مجد. اليوم متواجدين في مدارس صدار الأهلية، راح نشوف بعض الفعاليات والحصص عندهم، خلوكم معنا. حياك الله، اسمك الكريم؟ محمد رويلي. والنعم يا محمد. محمد، وش أكثر مادة تحبها؟ العلوم. ليش طيب تحب العلوم؟ لأن كل يوم نكتشف فيها شيء جديد. طيب وش رأيك بالأنشطة الصفية اللي تقام في المدرسة؟ جميلة جدا، وأشوف الإبداع من الأساتذة. أعطني رسالة تقدمها للناس. اختاروا المدارس اللي تنمي مواهبكم. تمام يا محمد، شكرا لك. طيب يا عبد الملك، وش رأيك بالأنشطة الصفية اللي تقام في المدرسة؟ كويسة جدا. أكثر مادة تحبها إيش؟ الحاسب. ليش طيب تحب الحاسب؟ لأن فيها معلومات وإلكترونيات كثيرة تعلمك أو تفيدك في أشياء كثيرة. طيب عطنا نصيحة تقدمها للمجتمع والناس. أنهم يركزون في الدراسة ويجتهدون عشان بعدين يطلعون نتيجة زينة ويتوظفون أشياء كويسة. حياك الله، تعرف عليك. عبد الله فهد. كيف حالك يا عبد الله؟ الحمد لله طيب. وش رأيك بالأنشطة الصفية اللي تقام بالمدرسة؟ حلوة مرة. طيب وش أفضل مادة بالنسبة لك؟ اللغة العربية. ليش تحب اللغة العربية؟ إنها لغتي. كيف حالك يا مشاري؟ الحمد لله بخير. كيف استعدادك للاختبارات؟ الحمد لله مستعد، وإن شاء الله نبدأ إن شاء الله. طيب مشاري، وش الأنشطة اللي تفضلها؟ أفضل الحركة والتربية البدنية والكرة القدم زي كذا. ليش طيب تفضلها؟ لأن فيها حركة، والصحة عبارة عن رياضة، فالرياضة أهم شيء بالنسبة لي. حياك الله، نتعرف عليك. الله يحييك. نايف المبدل. والنعم يا نايف، كيف حالك؟ الحمد لله بخير. وش أكثر مادة تحبها يا نايف؟ الإنجليزي. ليش تحب الإنجليزي؟ متعة ولغة جديدة. السلام عليكم، أنا الطالب الوليد أبو طالب في مدارس الصدارة الأهلية. بديت بصف سادس الابتدائي في حصص الروبوت، ما كنت فاهم فيها أي شيء زي أي طالب ثاني. مع مرور الوقت امتلكت روبوتي الخاص، صرت أشتغل فيه بالبيت عن طريق الأونلاين مع مدرستي بتعامل زملائي، والحمد لله صرت أشتغل في المعمل الخاص للمدرسة، وبإذن الله نحقق رؤية المملكة 2030. الحين عندنا مسابقة داخلية في المدرسة، ومع مرور الوقت ندخل مسابقة نطمح لها بعد 3 شهور خارج المملكة بإذن الله. وهذه من أحد أعمالي أنا وزملائي. كيف حالك يا حمزة؟ الحمد لله بخير. من متى وانت بديت في مجال الروبوت؟ أنا في المدرسة هنا وفي مجال الروبوت من 3 ابتدائي،
واشتغلت على الروبوت يعني وامتلكت روبوت شخصي وقمت احقق عليها انجازات يعني زي في المدرسه مسابقات دخلتها والحمد لله فزت فيها ودخلت مسابقات على مستوى الرياض في التعليم ودخلت مسابقات على مستوى المملكه. طيب يا حمزه يعني انت ليش فضلت مجال الروبوت على المجالات الاخرى؟ فضلت مجال الروبوت انه ممكن حسيت نفسي فاهم ذا الشيء او ممكن انه هو الشيء اللي يعني انا عجبني وانتميت له. حياك الله، نتعرف عليك. طالب محمد العجمي. كيف حالك يا محمد؟ بخير الحمد لله. محمد، كيف الاختبارات معك واستعدادك؟ ان شاء الله مستعدين للاختبارات وتمر سهلات باذن الله. طيب محمد، وش رايك في مجال الروبوت وكيف بديت؟ مجال الروبوت في البداية كنا داخلين شفنا فيديوهات وصار شغف فينا وإن شاء الله دخلنا فيه وراح نبدع فيه بإذن الله. أشوفك ما شاء الله متحمس. إن شاء الله. طيب هل راح تشارك في مسابقات قادمة؟ إيه نعم، عندنا مشاركة بعد ثلاث شهور تقريبا في على مستوى المملكة باسم FTC. وتطمحون إن شاء الله أنكم تجيبون مركز؟ إن شاء الله. طيب هل كانت لك تجربة سابقة في مسابقات خارجية أو بس داخلية؟ لا، مسابقاتي اللي فاتت كلها داخل الرياض يعني. طيب هل كان في دعم من أهلك أو ما كانوا حابين الوضع أو كيف؟ لا الحمد لله، أهلي معي من البداية وداعميني في أي وقت. حياك الله، نتعرف عليك. اسمي راشد نايف العسيمي، طالب ستيم، كذلك طالب في مدرسة صدارة الأهلية، طالب في صف الثالث متوسط. والنعم يا راشد، كيف حالك؟ الحمد لله. راشد، شو رأيك في مجال الروبوت بشكل عام؟ صراحة مجال الروبوت هو من أفضل المجالات اللي ممكن تدخلها كطالب مبتدئ أو كطالب يعني مستوى عالي، لأن الروبوت راح ينمي من فكرك وعقلك من برمجة وكذلك تركيب وهندسة. طيب في صعوبات واجهتك أو لا؟ صحيح، في البداية واجهتني اللي هي مشكلة البرمجة، لكن مع أستاذ الكريم تخطيت هذا الموضوع والحمد لله. كيف حالك يا نواف؟ والله الحمد لله بخير. كيف الاختبارات؟ كيف استعدادك؟ والله الحمد لله مستعد وكل شيء ماشي. طيب متى بديت بمجال الروبوت يا نواف؟ بديت بالصف السادس ابتدائي. طيب وش اللي خلاك تدخل مجال الروبوت بالتحديد؟ لأن الروبوت خاصة بالمستقبل كل شيء بالروبوت والبرمجة. طيب وش الصعوبات اللي واجهتك في أثناء عملك بالروبوت؟ بالبداية واجهت صعوبات بالبرمجة فقط. حدثني عن الروبوت يا راشد. الروبوت هو جهاز يقبل لغات برمجة كثير، يمديك تستفيد منه في الحياة، مثلا في البيت، في الجهات العسكرية، في المستشفى، في أي مكان يعني. وش الصعوبات اللي واجهتك أثناء عملك؟ الصعوبات اللي واجهتني في الروبوت ممكن في البداية بس وأنا في ثالث ابتدائي ورابع كان في مشكلة بسيطة في الإنجليزي، بس الحمد لله تحسنت وبديت أفهم فيها، وبعض القطع تكون ما تتوفر بالسوق أو يبدأ سعرها يغلى وينزل والحمد لله. طيب هل كان في دعم من ناحية أهلك وكذا؟ هل كان مشجعين لك أم لا؟ الحمد لله كان في دعم من ناحية أهلي ومن ناحية المدرسة ومن ناحية الأساتذة والمشرفين. طيب هل كنت تشتغل لحالك أو مثلا مع أحد من الأهل أو كذا؟ كنت أشتغل أنا لحالي ومعي زملائي بس هنا في المدرسة، وكان في دعم من أهلي ومساعدات في أي شيء يحتاجه، حتى في الإنجليزي ما ساعدني إلا أهلي يعني. المدرسة حققت كثير من الإنجازات على مستوى تعليم الرياض أو على مستوى تعليم المملكة كامل، مثل في الروبوت حققنا المركز الثالث وفي غيرها من الأنشطة اللي اشتركنا فيها أيضا. طيب يا محمد، حدثني شوي عن مجال الروبوت.
مجال الروبوت مجال مساعد في الحياة، يساعدك على بعض الأشغال في المدرسة، في العمل، في الطب، في العسكر، في العسكرية، كلها فيها الروبوت. الروبوت يستعملونه في أي مكان. كلمة أخيرة يا محمد. شكرا لك. ونتمنى لطلابنا مزيدا من التوفيق، ونشكرهم على حرصهم وحرص أولياء أمورهم على الإجراءات الاحترازية وفي متابعتهم في التعليم أيضا. إلى هنا قد وصلنا إلى ختام حلقتنا من برنامج هنا مجد. انتظرونا في حلقات جاية. في أمان الله.